للأسف اليوم في بين الشباب والشابات مجموعة كبيرة بيعاملوا أهلهم كأنهم خدام عندهم. الشاب بيقول لبيه جيب لي سيارة بدي صيف بهيدا البلد، كأنه الأب عبد مملوك لديه. وحتى الأم وصل بها الحال ما بتسترجي تقول لبنتها كنسي أو نطفي البيت، خوفا من ردة فعل بنتها، فبكل وقاحة بتهين أمها وبتصرخ بوجهها. قال شو البنت مشغولة عندها مسؤوليات على الواتس أب والإنترنت والتيك توك، فكيف بدها تساعد أمها؟ هؤلاء الشباب والشابات من أهل العقوق، وهم فسقة من أهل الكبائر. تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، أي لا يدخلها مع الأولين، بل يدخلها بعد عذاب شديد. فمن منكم يقوى على عذاب الله؟